وانت بتلعب كنت بتلعب في دوري هو الاقوى في العالم، الدوري الايطالي، وكان العالم كله يتابع الدوري الايطالي ونجوم الدوري الايطالي. في رايك لماذا تراجع الدوري الايطالي في السنوات الاخيره؟ أقول كما قلت لكم، أنا كنت في الحقبة الذهبية في الفترة التي كانت فيها الكرة الإيطالية كرة عالمية، حافلة باللاعبين العظماء، حافلة باللاعبين الأقوياء في كل العالم. سبب التراجع أقول لا أستطيع أن أحدد سببا واضحا، لكن كما نرى أن هناك أجيال ذهبية للمنتخبات وللفرق لا يمكن أن تعود ولا تتكرر مرة ثانية. رأينا أيضا فرق أخرى كانت فيها أجيال ذهبية الآن لا نستطيع أن نراهم في نفس المستوى الذي كنا نراه فيه سابقا. الأسباب بالنسبة لي بكل تأكيد هو اختلاف الأجيال واختلاف الاهتمامات واختلاف اللاعبين، كما رأينا أيضا تأثير الكحوليات وهذه الأشياء وغيرها على اللاعبين. لابد أن نعمل أولا على عقول اللاعبين قبل أرجلهم. طيب، هذا عن اللاعبين، ماذا عن المدربين الطليان اللي هم كانوا يحكمون كرة القدم في العالم؟ تدربت أنت مع كثير من المدربين الرائعين الأساطير، ولو سألتك مين أفضل مدرب تعاملت معه وتدربت معه هيكون مين؟ أقول لكم كان لدي الحظ بالتدريب مع كبار المدربين، لكن أقول لكم كان لديهم القدرة على التشكيل والتكوين، لكن لا أستطيع أن أقول من هو بالتحديد. أتذكر الكل بلا استثناء. أقول لكم أن ريكسون هو من أفضل المدربين الذين كنت معهم. هذا عمل على بنائي جيدا، أنا نموت معه وكبرت معه. أتذكره لأنه في الحقيقة ساعدني كثيرا للوصول للمستوى المطلوب الذي كنت دائما أبحث عنه، مدرب ذو عقلية جيدة. لكن كنت أنا شخص دائما أبحث عن النجاح، لذلك كنت أفضل من هو في القمة ومن على عرش التدريب كما تقولون. لكن أن هذا كان بالنسبة لي هو الأفضل، هو الرائع. أيضا في مسيرتي مثل أنشيلوتي من المدربين أصحاب العقول الفذة، نقول أن أنشيلوتي لا يجود الزمان بمثله أبدا. طيب،